السلام عليكم مشاهدي قناة رسالة 24 تيفي. نحن اليوم في استضافة رئيس المنطقة الأمنية أنفا المراقب العام أمين بحري بولاية أمن الدار البيضاء. مرحبا. شكرا. وكذلك شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم في ولاية أمن الدار البيضاء. شكرا. سيد المراقب العام، ما هي أهم الإنجازات التي قامت بها ولاية أمن أنفا خلال سنة 2016؟ أولا كي نتحدث عن الإنجازات لابد من الرجوع إلى الـ إلى الـ إلى دراسة الوضع العام، يعني ما هي الاستحسانات التي لقيها المواطنون من خلال العمل الذي نقوم به في مدينة الدار البيضاء أو في المنطقة الأمنية لمدينة الدار البيضاء. لأن إذا اعتمدنا على الأرقام نجد بأن كل الأرقام تفيد بأن المجهود الأمني مضاعف، وأن الإجراءات التي اتخذت أعطت نتائج كبيرة جدا التي يمكن أن نصنفها سواء من خلال تقديمات إلى المحكمة أو من خلال المحجوزات في جميع المجالات خاصة المخدرات أو كل ما يتعلق بالجريمة بصفة عامة. إذن إذا حاولنا أن نحلل فسنجد بأن هناك تحسن ملموس جدا بل ومضاعف في أحيان كثيرة، لكن المقياس الحقيقي وهو مدى استجابة المواطن لهذا العمل الذي نقوم به، هل فعلا حققناه من خلال إحساس المواطن بالأمن والشارع العام أم لم نحققه؟ إذن كلنا أمل أن ما نقوم به وما نقدمه من أرقام ينبغي أن ينعكس على الشعور الأمني لدى المواطن، وهذا هو الطموح الأساسي الذي يحثنا عليه دائما السيد المدير العام للأمن الوطني، لأنه يتحدث دائما على أن الثقافة الرقمية لها دلالات، ولكن دلالاتها ستكون ذات قوة وذات دعامة أساسية إذا كان هناك انعكاس لدى المواطن وشعوره بالأمن وشعوره كذلك بالقرب الذي نطمح إليه والذي تنبني عليه السياسة والاستراتيجية العامة المديرية العامة للأمن الوطني. هل يمكنكم الحديث عن الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي يخوضها السيد عبد اللطيف الحموشي منذ التحاقه بالمديرية العامة للأمن الوطني؟ أولا دعيني أن أقول بأن منذ التحاق السيد المدير العام للأمن الوطني وحضوره بالثقة المولوية السامية ليكون على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، هذه المديرية العتيدة التي بطبيعة الحال عرفت تطور كبير منذ الاستقلال إلى الآن، في بتواجده على رأس هذه المديرية أصبحنا نرى بأن هناك جيل آخر ليسير هذه المديرية العامة الوطنية، المديرية العامة للأمن الوطني، هذا الجيل الذي على رأسه سيد المدير العام كمواطن شاب يحس ويلامس بفضل النهج التكتيكي الذي أصبحنا نحس به نحن كذلك، يلامس المعيش اليومي للمواطن من خلال مذكراته المستمرة منذ التحاقه بالمديرية العامة للأمن الوطني، من خلال اجتماعاته، من خلال تعليماته التي نتلقاها يوميا والتي تهدف بالأساس إلى يعني تمتين جسور تواصل مع المواطن لكي يشعر بهذا المجهود الذي نقوم به. فدائما يحث المسؤولين على أن المواطن هو في صلب الاهتمامات التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني عناية خاصة، وهي نابعة من التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونتذكر بطبيعة الحال الخطاب الملكي السامي الذي أشاد فيه بالمجهودات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني منذ التحاق السيد المدير العام الحالي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. فبفضل تبصره وحكمته أشار إلى بناء يعني متجانس للمديرية العامة للأمن الوطني، انطلق من خلال توطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، تجويد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية
وبطبيعة الحال المديرية العامة الوطنية مرفق خدمات للمواطنين، يتحدث دائما على تجويد هذه الخدمة، تقديمها في طابق جيد للمواطنين. مدينة الدار البيضاء مدينة المال والأعمال والتي تعرف أكبر كثافة سكانية، ما هي الخطة السباقية التي تخوضها ولاية أمن الدار البيضاء من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين خصوصا مع تعدد السرقات بالخطف؟ أولا كيف ما شرتي بأن مدينة الدار البيضاء هي مدينة عملاقة بمؤسساتها، وكذلك كبيرة هذه المدينة برجالها وبالكم الهائل من المواطنين الذين يقطنون بها، ولا بد من الإشارة بأن مدينة الدار البيضاء تعرف ساكنة اللي هي ثابتة وكذلك ساكنة اللي هي قادمة من مختلف المدن للمملكة خلال اليوم، بالإضافة إلى أنها مدينة لها سكان يعيشون بالليل وسكان يعيشون كذلك بالنهار، لأن مدينة فيها حركة دؤوبة في مختلف الشرايين، وبالتالي المصالح الأمنية تجد نفسها تشتغل على مدار الساعة، ليس لها وقت لكي تقول بأن هذا اليوم هو يوم راحة أو يوم فيه مثلا قسط من هذه الراحة اليومية بفعل الحركة الدؤوبة التي تتلائم ومدينة الدار البيضاء بمؤسساتها بفنادقها بأماكنها العمومية التي يرتادها المواطنون من كل حدب وصوب، فبالتالي هي مدينة تعرف حركية وتعرف يعني مجالات متعددة في 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 الحياة اليومية التي لا تعرفها باقي المدن. إذن نحن في حوار يومي ذاتي بيننا وبين مسؤولينا حول مدى نجاح هذه الاستراتيجية أو تلك. نعتمد بالأساس على كيف ما شرط مبدأ عام للمديرية العامة على القرب من المواطن. إذن ينبغي أن نلامس الشكايات والتظلمات التي يعني تصلنا من دوائر الشرطة. ماذا يقع في الأحياء؟ ماذا يقع في الأحياء الهامشية؟ ماذا يقع في أبعد نقطة من النقاط التي تعيشها، يعني نوعية هذه المشاكل التي يعانيها المواطنين من خلال دراسة أوكلت للجنة أو لخلية على المستوى الولائي لدراسة هذه الشكايات واستنباط النتائج واقتراح الحلول التي يمكن أن يعني أن نقوم بها. فلما لاحظنا كما تحدثت عن السرقة بالخطف والتي هي هاجس يومي يلامس ليس فقط مثلا ما يسرق ولكن يلامس الشعور الأمني لدى المواطن، هذا الشعور المهتز لدى بعض المواطنين نحاول نحن أن نصلحه، نحاول أن نجد له البلسم الموازي للقضاء عليه. فارتأينا أن لا يمكن القضاء على السرقات بالخطف إلا بإيجاد مثلا دراجات نارية من الحجم الكبير بنفس الحجم الذي يقوم به بعض اللصوص بعض المنحرفين هذه الأفعال الإجرامية. فاستطعنا بفعل مساندة المديرية العامة للأمن الوطني والمصالح ديال الولاية الجهة ديال مدينة الدار البيضاء أن نقتني دراجات نارية من الحجم الكبير والتي ساهمت بشكل كبير بطبيعة الحال في تتبع وملاحقة المجرمين الذين يقومون بهذه السرقات. مثلا هذه دراسة أعطتنا أنه لا بد من إيجاد حلول موازية، الحل الموازي كان هو هذا الحل إضافة إلى ذلك تم خلق خلية على صعيد ولاية مدينة الدار البيضاء لدراسة كل الشكايات التي تتلقاها فيما يتعلق بجريمة الخطف من خلال دراسة نوعية السرقة التي يقوم بها الشخص، فلنلاحظ هل هناك سارقون كثر أم هناك سرقات تتكرر بنفس الطريقة وبنفس الصيغة، وبالتالي بناء عليه نتخذ الإجراءات الموازية. فإذا لاحظنا بأن السرقات تكثر مثلا بالليل مثلا في قطاع عين دياب أو في قطاع وسط المدينة أو في المدينة القديمة نجد حلولا لها من خلال تواجد أمني مكثف يعتمد على الحركية ويعتمد على الشكايات التي سجلت، وبالتالي هي مناسبة أتوجه فيها إلى المواطنين بأن المواطنين ينبغي أن يتوجهوا في كل لحظة وحين لإبلاغ عن
كل ما يتعرضون له سواء من سرقات أو من ضرب أو من جرح أو من تحريض أو من تحرش أو أي مجال من المجالات، حتى تستطيع نحن كأمنيين أن نلامس هذا الواقع المعيشي من خلال دراسة متأنية للشكايات التي أوكلت بطبيعة لتحديد لأن نتوفر كذلك على إخصائيين في مجال الإحصاء، نتوفر على إخصائيين في المجال الاجتماعي، على محللين نفسيين في هذه الخلية اللي بواسطة كنوصلوا أننا نطرحوا الإجراءات الموازية للقضاء على هذه الظاهرة. على ضوء مراقبة الجنات واعتقال جميع اللصوص الذين يرتكبون عمليات سرقات بالخطف واعتداء على المارة باستعمال الأسلحة البيضاء، استفادت مدينة الدار البيضاء من قاعر القيادة من خلال تثبيت عدد من الكاميرات المراقبة بعدد من الشوارع الكبرى بالمدينة البيضاء؟ كيف تجري عملية مراقبة ورصد جميع ما يجري داخل المدار الحضري للعاصمة البيضاء؟ نعم، إذن هذه النقطة تدخل في إطار تحديث البنيات الشرطية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني. بطبيعة الحال نحن في المرحلة الأولى لهذه القاعة التي سأدعوكم بعد قليل لزيارتها للوقوف على المجهود الذي يقوم به العناصر داخل هذه القاعة والتتبع اليومي لكل الحركات والسكنات للشارع العام، الشارع الخارجي العام، لأن بطبيعة الحال كيفما كان الوضع هي مراقبة لصيقة بالشارع العام ولكن تحترم القوانين المنصوص عليها في المبادئ المتعلقة بحماية يعني ما يصطلح عليه بال يعني المكتسبات الشخصية، يعني لا يمكن أن ندخل في إطار ما هو شخصي بالنسبة للمواطنين. إذن نراقب كل ما يقع في الشارع العام من خلال هذه الكاميرات المثبتة حاليا على مستوى الشارع الرئيسية، الشوارع الرئيسية، نتتبع تحركات الأشخاص المشبوهين، ضبط الحالات المشبوهة، الدراجات النارية على الخصوص كما تحدثت عنه في السرقات بالخطف، سرقات اللي هما يقوموا بها أشخاص لهم هيئة معينة ولهم دراجات نارية من صنف معين، كلها تكون محط مراقبة يومية ويتم توجيه الوحدات الأمنية التي تشتغل بالشارع العام لملاحقة هؤلاء الأشخاص وضبطهم. إذن هي وسيلة من الوسائل المهمة التي سنعتمد عليها، وسبق لسيدنا الله ينصره أنه أعطى الانطلاقة للجزء الثاني من هذه العملية، واللي غادي تكلف يعني غادي تغطي مختلف الشوارع ديال مدينة الدار البيضاء، وهي الآن في طور الإنجاز، ربما غتكون إن شاء الله أنها في غضون 6 أشهر الأولى من 2017 السنة المقبلة أنها تكون جاهزة لمراقبة كل ما يجري بالشوارع ديال مدينة الدار البيضاء. كيفاش كتشوفوا هذيك العمليات من خلال ترصد ديال هذوك الكاميرات؟ ممكن تشرح لنا أكثر شو كأمنيين كيفاش كتشوفوا هذوك الحالات؟ النظرة نظرتنا للأشياء تختلف عن نظرة الأشخاص العاديين. هناك من يرى فيها بأنها نظرة يمكن أن الإنسان يتبع ما يجري بالشارع العام ويتبع تحركات المواطنين، وإنما نتوفر على إخصائيين في هذا المجال ديال المراقبة والتتبع من خلال التكوينات مستمرة تلقاها هؤلاء الأشخاص سواء هنا بالمغرب أو خارج المغرب من خلال مشاركتنا الفعلية في ما يجري مثلا في مدينة في دول كهولندا وفرنسا، وكذلك في الولايات في انجلترا الدولة المعروفة بتثبيت اكبر عدد الكاميرات، يعني نلامس ونتوجه لما يضر المواطنين، وبالتالي نحاول ان نجعل من هذه الآلية هي آلية تكمل العمل البشري الذي نقوم به عادة. إذن لنا توجهات ولنا مشاكل في قطاعات معينة، فما يقع مثلا بمدينة المدينة القديمة ليس هو الوضع الذي نعيشه في عين دياب، وليس هو الوضع الذي تعيشه المعارف، وليس هو الوضع الذي تعيشه مثلا منطقة عين الشق. إذن كل منطقة لها خصوصيات، وبناء على هذه الخصوصيات نقوم بالإجراءات الأمنية عن طريق هذه الآلية
التي يوفرها لنا الآن السيد المدير العام للأمن الوطني. نشتم في سلك الشرطة وبدأتم برتبة عميد واليوم أنتم مراقب عام، كيف ترى الاستراتيجية الأمنية الجديدة بين الأمس واليوم، خصوصا بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة البيضاء في سنة 2003؟ الشرطة بين الأمس واليوم هناك فرق كبير. أولا كموظف، يمكن أعتبر نفسي موظفا عاديا، فوضع الاجتماعي السابق ليس هو وضع الاجتماعي الحالي. الاهتمام التي أعطته وأولته المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى الاجتماعي للشرطي ليس هو الوضع السابق. هذا الاهتمام واللي جعلته المديرية العامة في وقت من الأوقات صلب الاستراتيجيات الأمنية التي اتخذت، أثر بشكل إيجابي على المردودية بصفة عامة وعلى تحسين العلاقة مع المواطن. أصبح الشرطي أكثر ملامسة لهموم المواطن من السنوات السابقة، وبالتالي هناك قرب، وهو القرب الذي تطمح إليه المديرية العامة للأمن الوطني والتي تجعله الحجر الأساس في كل مرحلة من المراحل التي مرت منها المديرية العامة للأمن الوطني، وخاصة المرحلة الحالية التي على السيد المدير العام الحالي. إذن من خلال دراسة الوضع الاجتماعي للشرطي ينعكس ذلك على العمل الميداني أو على العمل الإداري الذي يقوم به الشرطي، وبالتالي نلاحظ والكل يجمع على أن هناك تحسن كبير فيما يتعلق بتخليق وتهذيب المرفق العام، خاصة المرفق العام الأمني، سيما وأننا نحن لدينا عمل اللي هو نقوم به في إطار تراتبية، وفي هذا العمل في إطار تراتبية يخلق سلطة رئاسية قوية من خلال المراقبة والتتبع الدائم للرئيس على مرؤوسه. من ناحية المنتوج الأمني فالكل يجمع على أن المنتوج الأمني الحالي هو منتوج إيجابي إذا ما قورنا بالسنوات السابقة أو لا بفترة من الفترات التي مرت من المديرية العامة للأمن الوطني. ولكن ما يطبعه الآن هو هذا الخطر الإرهابي الغير المحدد الغير المتوقع الذي يضرب في كل بقاع العالم. صحيح أنه ضرب مدينة الدار البيضاء، ولكنها ضربة ربما نعتبرها رب ضارة نافعة، فمن خلال تلك الضربة استطاعت المديرية العامة للأمن الوطني ومعها السلطات الموازية أن تخلق لنفسها الإطار الذي تشتغل فيه منذ ما وقع في 16 مايو. إذن منذ ذلك الحين أصبحنا نعتبر بأن العدو رقم واحد بالنسبة للمواطن. إذا كانت الجريمة فهي هاجس، بالنسبة لنا نحن الهاجس الأول الجريمة والإرهاب، فهذا الإرهاب يضرب بكل ويضرب بقوة، لهذا نحن نتجند له باستمرار، وكل المؤهلات وكل التوجيهات وكل ما نتوفر عليه من قوة نريد من خلاله محاربة هذه الآفة التي أصبحت تنتشر يعني رويدا رويدا في العالم. بإنجازكم الحصيلة السنوية كيف رأيتم، هل هناك انخفاض في معدلات الجريمة أم أن هناك ارتفاع مقارنة بالسنة الفارضة؟ جرت العادة أن كل سنة تكون متبوعة بإيجاد أو لا بحصر الحصيلة على جميع المستويات. الحصيلة التي يعني استخلصناها من خلال الإحصاءات الأولية، لازلنا لم نحصر بعد بعض الجرائم لأنها تستمر خلال نهاية السنة ونريد أن نعطي إحصائيات حقيقية. بالنسبة للإحصائيات فيما يتعلق بالمخدرات، أعطيك الإحصائيات للعشر الشهور الأخيرة لأن مازال ما تحصرتش يعني الإحصاءات الإجمالية خلال هذه السنة ككل. نلاحظ بأن الكوكايين استطعنا أننا نحجزه 106 كيلوغرامات و695.3 غرام،
بالنسبة للشراء 3 طن و 838 كيلوغرام و 410.5 غرام. مخدر الكيف بروت طن و 975 كيلوغرام و 81.4 غرام. مخدر المعجون اللي هي صناعة محلية 100 كيلوغرام و 717 100 كيلوغرام 717 غرام. طابة اللي هي التبغ الذي يمزج بمواد أخرى 362 كيلوغرام و 317 غرام. ما يصطلح عليه بالطابة موليو النفحة 256 كيلوغرام و 487 غرام. وهذه مشكلة لأن كاين التكييفات ما كتكيفاش كمخدر. بالنسبة للآفة الكبرى واللي هي الأقراص المهلوسة واللي هي بطبيعة الحال تؤرقنا يوميا وبشكل يومي والسبب رئيسي في الجرائم التي ترتكب، خاصة الجرائم العنيفة جدا والجرائم التي ترتكب في حق الأصول، هي مادة في طبيعة الحال نحاربها على جميع المستويات، وهي دخيلة بالنسبة للمجتمع ديالنا وتغزونا من المناطق الشمالية كما تغزونا من المناطق الشرقية. فهذه المادة هذه يعني كل المجهود يعني كي ينصب على محاربة هذه الآفة بلغت الحصيلة الإجمالية فيها التل 10 شهور الأخيرة 99,014 قرص مهلوس اللي تم الإيقاف دياله. إلا زدنا عليه 31,000 قرص تم مؤخرا غادي نكون وصلنا ل 110,000 قرص ديال هذه المادة الخطيرة جدا. إذا تحدثنا على الجرائم اللي هي كما شرتي لها جرائم القتل وما إلى ذلك، نلاحظ بأن نسبة لوطو ديال لا ريزوليسيون دو سي زافير وصل 96%، يعني أغلب الحالات ديال جرائم القتل تم حلها يعني بنسبة ديال 96%. محاولة القتل يعني كاينه تقريبا 100% ديال الحالات اللي تسجلوا كمحاولة ديال القتل تم ضبطهم. الفيول يعني الاغتصاب 100%، يعني الحالات كلها تم حلها. لا طونطال بيدور افيك فيولونس يعني حتى هي قاصرين بالعنف كاينه نسبه ديال 80% ديال الحل ديالها. السرقات عن طريق التهديد بالسلاح الابيض نسبه الحل ديالها بلغت 73.70%. هي هذه الصعوبه ديالها كتجلى في ان اغلب الضحايا ما كيعرفوش الضحايا وما كيعطيوش معلومات دقيقه اللي تمكننا من الوصول الى هؤلاء المجرمين نظرا لسرعه الفعل الذي يرتكب وفي اماكن اما مظلمه او لا اماكن خاليه او اماكن اللي في بعيده عن الانظار ديال الشرطه او بعيده عن المراقبه ديال الكاميرات. سرقات بالخطف بلغات نسبه ديال الحل ديالها كذلك 45.45%. سرقات بالعنف بلغت 63.92%، وسرقات السيارات تقريبا 80% ديال النسب ديال الحل بالنسبة للقضايا التي سجلت في مدينة الدار البيضاء. إذا هادو شيئا من الجرائم التي تؤثر والتي على السكينة العامة ولا الطمأنينة العامة بالنسبة لها، النسب اللي نحارب ونجعلها في صلب الاهتمامات اليومية التي تقوم بها المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء. كيف تعدون الخطة السباقية الأمنية الجديدة لاستقبال سنة 2017؟ وما هي الاستراتيجية التي يمكن أن تزفونها للبيضاويون مع هذه السنة، خصوصا مع المعدات اللوجستيكية القوية التي تميزت بها مدينة الدار البيضاء قبل أيام؟ اولا اود ان اقول لك بان الهاجس الذي يؤرقنا نحن كأمنيين هو كيف يمكن ان نفعل الاستراتيجيه التي يريدها السيد المدير العام للامن الوطني لهذه المديريه. اذا هذا هاجس يريد ان نحن كأمنيين مسؤولين على المصالح المركزيه يعني الخارجيه ان نفعل كيف نفعل ما تريده المديريه
على المستوى المركزي، وماذا يريد السيد المدير العام من خلال البيان والبلاغ الذي نشر مؤخرا، وأظن أنكم قد تسلمتم نسخة منه. فهذه الاستراتيجية التي يريدها المدير العام للأمن الوطني هي التي سنعمل وسنزفها للمغاربة كلهم من خلال تفعيل أركانها من بدايتها إلى آخرها، وسنجعل منها الركن الأساس لخدمة المواطنين وتقديم منتوج أمني متميز ومتميز على جميع المستويات للمواطن، حتى نستطيع أن نلبي رغبة جلالة الملك ونجعل من توجيهاته السامية توجيهات واقعية من خلال خدمة المواطن وتقديم منتوج أمني له، وجعله يعيش يعني بأمن وأمان في بلده على جميع المستويات.